قضية سب الرسول عليه الصلاة والسلام التي هاجت الدنيا لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا اختلاف عليه بين كل الفرق ولا اختلاف على تعظيمه. ما الذي أغراهم بشتم نبينا؟ الذي أغراهم أن ديننا يهان في بلادنا، أعداؤنا لا يلعبون ولهم لجان متخصصة متى يتكلمون ومتى لا يتكلمون. لما رأوا أن نبينا وديننا يهان في بلادنا سهل عليهم جدا أن يشتموا نبينا. لو علم هؤلاء أنهم لو نظروا مجرد نظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يتكلموا سيغزون في عقر دارهم، ما جرؤ أحدهم أن يتكلم.